السلام عليكم، مرحبا بكم. تكلمنا في الحلقة الماضية عن منظومة الأمن السياسي في عهد حسني مبارك، وإزاي كانت تراتبية هذه المنظومة في نهاية عهده، إزاي كانت الكلمة العليا هي لجهاز المخابرات العامة اللي بيتولى عدد من الملفات الحساسة والمهمة زي ملف العلاقات مع إسرائيل وعملية السلام في المنطقة والمصالحة الوطنية من حركتي فتح وحماس والعلاقات مع السودان وغيرها، وكيف كان لجهاز أمن الدولة الكلمة العليا في الداخل المصري وهيمنته وتغوله على الحياة السياسية وعلى مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية وغيرها، وكيف كان جهاز المخابرات الحربية هو أضعف هذه الأجهزة حيث كان كلماته ونفوذه يقتصران على الجيش والمؤسسة العسكرية فقط. أتت أحداث يناير 2011 لتقلب هذه التراتبية في المنظومة الأمنية. الخاسر الأكبر من هذا الوضع كان جهاز مباحث أمن الدولة، لأنه تعرض لعدد من الضربات أثناء الثورة، من أبرزها اقتحام عدد من مقرات الجهاز وحرقها في دمنهور والإسماعيلية والمحلة الكبرى وغيرها أثناء أحداث الثورة في يناير، ثم اقتحام المقرات الأساسية للجهاز في مارس 2011 بعد إقالة أحمد شفيق في مدينة نصر وفي 6 أكتوبر وفي الإسكندرية، و دشن بعد ذلك قضية لقيادات الجهاز اشتهرت باسم قضية حرق مستندات أمن الدولة. هذه الأحداث دفعت وزير الداخلية آنذاك منصور العسوي لإصدار قرار في مارس 2011 بحل جهاز مباحث أمن الدولة وإنشاء جهاز جديد تحت اسم قطاع الأمن الوطني. هذا القطاع عين له رئيس من خارج منظومة مباحث أمن الدولة، ولكنه لم يستمر في عمله بعد ذلك لمدة طويلة، وأعيد بناء هذا الجهاز من 1350 ضابط، عدد كبير منهم سبق لهم أنهم عملوا بأمن الدولة، ولكن حقيقة كان نفوذ الجهاز تراجع للغاية، وشعر الضباط الجهاز أنهم دفعوا تمام ممارساتهم في عهد مبارك، لذلك كان دورهم أقرب لدور المشاهد منه لدور الفاعل في الساحة. القضية الوحيدة اللي عملوها من 2011 ل 2013 كانت قضية اشتهرت باسم قضية شقة مدينة نصر، ودي كانت بتدور حوالين شقة فيها عدد من الأسلحة اقتحمها جهاز الأمن وحصل اشتباك توفي فيه شخص، وقال جهاز الأمن إن هذه المجموعة كانت تهدف لتنفيذ اغتيالات وما شابه، في حين أوراق القضية بيقول فيها عناصر هذه المجموعة إن هم كانوا بيجلبوا أسلحة من ليبيا من أجل نقلها إلى حركة حماس ومن أجل نقلها لقطاع غزة لاستخدامها في المواجهات مع إسرائيل. أما الجهاز المخابرات العامة فقد تلقى ضربة أخرى من جهة أخرى. فجهاز المخابرات العامة لم تتضرر مقراته ولم يصاب بشيء من أحداث الثورة بشكل مباشر، لكن الضربة الأبرز التي تلقاها تمثلت في إقالة رئيس الجهاز عمر سليمان وابتعاده عن المشهد العام. فمبارك كان عينه نائب رئيس، ولكن مع تسليم مبارك الحكم للمجلس العسكري ابتعد عمر سليمان عن منظومة الحكم، وهو كان الشخصية الأبرز ورمز الجهاز طوال 18 سنة، والشخصية اللي أعادت للجهاز قوته ونفوذه منذ عهد صلاح نصر. فمع إبعاده بدأ الجهاز يتعرض لقدر من التغييرات، فمثلا في عهد دكتور مرسي أقيل رئيس الجهاز مراد موافي بعد تصريحات أطلقها إن هو حذر الرئاسة من أحداث أو هجوم رفح واحد، والرئاسة نفت ذلك وتم إقالته، وبعد كده إقالة عدد من قيادات المجلس العسكري. ثم لما جاء السيسي بعد ذلك من كلابه العسكري غير بشكل دوري قيادة الجهاز، محمد التهامي ثم خالد فوزي ثم الآن تولى عباس كامل، وواكب هذه التغيرات إخراج العشرات من قيادات الجهاز من وكلاء الجهاز للمعاش. فهذا الأمر أضعف من سلطة الجهاز، وإن كان الجهاز بدأ مؤخرا يستعيد بعض نفوذه مع تولي عباس كامل المقرب من السيسي لمنصب مدير الجهاز، و عمل نجل السيسي أو أحد أنجال السيسي في إدارة الجهاز. أما الجهاز اللي استفاد من أحداث الثورة بشكل كامل فهو جهاز المخابرات الحربية. هو كان أضعف واحد في التراتبية منظومة الأمن زي ما قلنا، ولكن مع حدوث الثورة وتولي المجلس العسكري للحكم تولى جهاز المخابرات الحربية مسؤولية الأمن السياسي في مصر، وأصبح له الإشراف على كافة أجهزة الأمن الأخرى. أي صارت كلمة المخابرات الحربية تسري على المخابرات العامة وعلى جهاز الأمن الوطني. ثم اكتسب الجهاز عامل قوة آخر مع تولي رئيسه السيسي لمنصب وزير الدفاع، واصطحابه لعدد من المقربين منه
إلى مكتبه زي عباس كامل اللي كان مدير مكتبه في المخابرات الحربية بقى مدير مكتبه في الوزارة، ثم بعد ذلك مع تولي السيسي للسلطة وسيطرته عليها بالانقلاب العسكري بدأ يولي جهاز المخابرات الحربية عدد من الملفات الهامة اللي وصلت في مرحلة من المراحل إن المخابرات الحربية هو اللي بيتولى التعامل مع الإسلاميين، هو اللي بيتولى التحقيق مع في القضايا البارزة معاهم في سجن العزولي، ما كانش قبل كده في عهد مبارك المخابرات الحربية بتحقق مع المدنيين إلا في حالات استثنائية ونادرة، لا صار الأصل إن في القضايا الكبرى يتولى التحقيق فيها جهاز المخابرات الحربية. صار لجهاز المخابرات الحربية كلمة كبيرة ونفوذ كبير على وسائل الإعلام بيستخدمها في تشكيل الرسائل التي يريد توصيلها للجماهير، في حين أن هذا الأمر كان من اختصاص الأمن الوطني أو المخابرات العامة فقط. كذلك عدد من الملفات الإقليمية تولاها جهاز المخابرات الحربية وبالأخص منها الملف الليبي، فكان هذا الملف تقوم فيه المخابرات الحربية بدعم خليفة حفتر وممارساته وغيرها. فنقدر نقول ان في ظل هذا الوضع المخابرات الحربية هي اللي استفادت من التغيرات، صار لها تعلق بالأمن السياسي داخل مصر وكذلك ببعض الملفات الإقليمية. هذا الأمر بدأ يحصل فيه تغيير مع توالي الوقت ومرور الوقت، فمع محاولة السيسي للسيطرة على جهاز المخابرات العامة وتوليته للشخص المقرب منه عباس كامل منصب المدير، بدأ يعطي بمرور الوقت عدد من الملفات للجهاز زي ملف الليبي على سبيل المثال اللي انتقل مؤخرا من جهاز المخابرات الحربية للمخابرات العامة، ورأينا أبرز تجلياته في أحداث استسليم هشام عشماوي من ليبيا إلى مصر، وكان حاضر هذا الأمر عباس كامل بنفسه والمجموعة الأمن الخاصة في جهاز المخابرات العامة. أيضا في الداخل المصري بدأ جهاز الأمن الوطني بعد الانقلاب في التعافي وفي العودة للنشاط مرة أخرى، ونجح في إعادة تفكيك في إعادة تفعيل شبكة المرشدين اللي كونها عبر العقود الماضية واللي كانت قبضته وسيطرته عليهم ضعفت بعد الثورة، نجح في إعادة تفعيلها مجددا. كذلك نجح في السيطرة على المساجد بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وغيرها، ونجح في توجيه ضربات قوية وحملات اعتقال موسعة للتيارات الإسلامية وللقوى السياسية المعارضة للسيسي بشكل لم يسبق له مثيل من قبل. وبمرور الوقت بدأ الجهاز يعيد لتغوله مرة أخرى في الداخل المصري، وإن كانت الكلمة العليا ما زالت للمخابرات الحربية. طيب بعد استقراء هذه الأوضاع والمحاور العامة والأطر العامة لجذور نشأة منظومة الأمن السياسي وتطورها التاريخي وأبرز المراحل اللي مرت بيها، لابد من التركيز والإشارة لنقطة مهمة للغاية، هي أن أجهزة الأمن السياسي في مصر وإن كانت نجحت في تحقيق نجاحات تكتيكية كثيرة ومتنوعة عبر تاريخها، إلا أنها في الحقيقة بتحقق فشل في الإطار الاستراتيجي، بمعنى أن في بعض الأمور هي ممكن تتعامل معها بسياسات معينة تحتويها، لا بتنتهك سياسات تؤدي إلى تفشي هذه الحالة وتؤدي إلى زيادة المخاطر اللي هذه الأنظمة اللي هذه الأجهزة كانت بتحاول القضاء عليه. فعلى سبيل المثال تعاملها مع الأستاذ سيد قطب أو نظام أو أحداث تنظيم 65 وإعدام سيد قطب أدى إلى انتشار أفكاره. قبل 65 كان في عدد من الناس بيقرأوا كتب سيد قطب ولكنه عدد محدود، ولكن حاسة الإعدام أدت إلى ترسيخ جذور أفكار سيد قطب في وسط التيارات الإسلامية داخل مصر وخارجها. هنلاقي عندنا حادثة تانية أو نموذج آخر، هو نموذج الضرب في سويداء القلب اللي نفذه زكي بدر واللي كان بيواجه فيه عدد من طلبة الجامعة المنتمين للجماعة الإسلامية. هذه الممارسات العنيفة ضد الأساليب الدعوية اللي كانت بتنتهجها الجماعة الإسلامية دفعت الجماعة بعد كده للدخول في مواجهات، ودفعت جماعة الجهاد للتشكل والدخول في مواجهات، وأدى ده في النهاية لخروج عدد منهم من مصر وسفرهم إلى أفغانستان وانضمامهم لآخرين من دول أخرى وإنشاء تنظيمات جهادية دولية مارست أنشطة أخطر بكتير جدا من اللي كان الأمن المصري بيواجهه كعمل طلابي ودعوي في الثمانينات من خلال السياسة القمعية المشهورة بالضرب في سويداء القلب. كذلك التعامل مع الملف السيناوي لما حصل بعض أحداث بضعة أحداث في عهد مبارك من 2004 ل 2006 زي تفجيرات طابة وشرم الشيخ ودهب ونويبع اللي قام بها عناصر من تنظيم التوحيد والجهاد لم يكن يتعدى عناصر التنظيم 100 فرد. قامت الأجهزة الأمنية وبالأخص أمن الدولة بحملات اعتقال موسعة تجاوزت 3000 فرد في مدينة العريش وحدها، وده أدى إن
العناصر اللي تم اعتقالها دخلت السجون مع عناصر قديمة وصاحبة تجربة وصاحبة خبرة، وتكونت شبكة من العلاقات والدوائر. بعد ثورة يناير ظهرت تجلياتها في سيناء، في الأحداث اللي بدأت في سيناء وما زالت موجودة إلى الآن، ودي كان أحد أسبابها القمع والبطش الأمني اللي حصل ضد عناصر تنظيم التوحيد والجهاد من خلال اعتقال أقاربهم وأصدقائهم ومعارفهم ومعاملة الجميع معاملة قاسية، مما أدى إلى تفشي الحالة الرافضة للنظام والتي تتبنى دعم المواجهة ضد النظام الحاكم في القاهرة. فبالتالي هذه مجرد أمثلة ممكن أن نضطرد معها زي ما بنشوف في تعاملات النظام والأجهزة الأمنية بعد أحداث الانقلاب العسكري وعمليات الاعتقال الموسعة والبطش والقمع. دفعت بعض الشباب للقيام بأحداث هنا وهناك ما كانتش بتحصل قبل كده. فإذا كانت منظومة الأمن السياسي بتنجح في تحقيق نجاحات تكتيكية، إلا أنها على المدى الطويل بتحقق خسائر استراتيجية، وكل حقبة زمنية معينة هنجد هذا الوضع بيتفجر في وجه الأجهزة، واللي بيؤدي إلى تفكيكها وإعادة بنائها مجدداً، وإن كان تحت أسماء أخرى وممارسات هي مضطردة. تتغير الأسماء، تتغير الأشكال، ولكن المضمون يظل مرتبط بحماية مصالح الدول الغربية الكبرى، بحماية النظام الحاكم التابع للغرب. وبإذن الله في الحلقات القادمة هنتناول عدد من الممارسات والأساليب اللي بيتسم بها عمل منظومة الأمن السياسي في مصر.